مساكم الله بالخير، مساء جديد من مساءات يا هلا، نلقي فيه الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. بداية موضوعاتنا اليوم من وزارة الصحة وحالات الاعتداء اللي تكررت في الآونة الأخيرة على منسوبي الوزارة. تزايدت حالات الاعتداء على منسوبي الصحة في الآونة الأخيرة إلى الحد الذي أصبح الوقوف عنده ومناقشته واجبا. الأمر تحول من حالات فردية إلى ظاهرة، وخاصة بعد سهولة توثيق الاعتداءات. منسوبو الصحة يشتكون، والمعتدون يقدمون مبرراتهم، واحتمالية الخطأ والصواب تظل قائمة، ولكن التصرف بالعنف لم ولن يكن يوما من الأيام هو أحد الحلول. كيف تحمي الصحة منسوبيها؟ ولماذا ازدادت حالات الاعتداء؟ وما النظام الذي يعطي لكل طرف حقه في هذه القضية؟ الزملاء أعدوا هذا التقرير، نتابعه ومن ثم نعود لفتح هذا الملف. شهدت المنشآت الصحية السعودية سلسلة حوادث اعتداء على أطباء وممرضين خلال السنوات القليلة الماضية. تطور الأمر في بعضها إلى استعمال السلاح والشروع في القتل، وقد أكدت دراسة حديثة نشرت في صحيفة الوطن أن 67% من العاملين في الصحة تعرضوا لاعتداءات. مؤخرا شدد وزير الصحة توفيق الربيعة على عدم تنازل الوزارة عن حقها العام في الاعتداءات التي يتعرض لها الممارسون الصحيون أثناء أداء عملهم. وقال الربيعة في تغريدة بثها اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر: عقوبة الاعتداء على الممارسين الصحيين تصل لعشرة سنوات سجن، ولن تتنازل الصحة في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع. الجدير بالذكر أن وزير الصحة توفيق الربيعة قد أقر في وقت سابق توصية لرفع مستوى الاعتداء على العاملين الصحيين إلى مرتبة جريمة كبرى. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي في الاستديو المستشار القانوني عبد المجيد الموسى. عبد المجيد حياك الله في أهلا. أهلا وسهلا فيك وحييك وحيي جميع السادة المشاهدين والمشاهدات. أبنطلق من تخصصك القانوني ومن تغريدة الوزير الأخيرة، 10 سنوات هي الحل الوحيد الموجود كعقوبة؟ طبعا أمسي على معالي وزير الصحة وأشكره على هذه المبادرة، و هو هي مبادرة من مبادرات قام بها منذ أن أسلم وزارة الصحة، فيعطيها ألف عافية مشكورة. وحول مفهوم بعض المعتدين عنده مفهوم المستشفى أصبح غابر للأسف، فحول المفهوم هذا إلى أنه لا، هنا خط أحمر لابد أنه لا يتجاوز، وهناك نظام للأسف النظام هذا لم يكن متاح للمعتدين، ولم يكونوا يعرفون تلك المواد التي تنظم مثل هذه الاعتداءات. نعم، نظام مكافحة الرشوة، وقد يستغرب البعض ليش نظام مكافحة الرشوة، وهناك تساؤلات أيضا، البعض يستغرب ويسأل وش معنى أنه وزير الصحة صرح وقال أنه هناك عقوبة محددة للمعتدين. المملكة العربية السعودية تطبق الشريعة الإسلامية في العقوبات التعزيرية، ولا يوجد هناك نص نظامي، أو لا يوجد هناك بالأصح نظام يحدد صور الاعتداءات، أو يحدد وإن كانت قليلة بعض الأنظمة قليلة، لكن بشكل عام لا يوجد هناك نظام جزائي في المملكة العربية السعودية يحدد العقوبات التعزيرية لأشكال الاعتداءات الجسدية أو اللفظية. فالبعض يستغرب أنه ليش يصرح وزير الصحة، هل هو محق في هذا التصريح أو لا؟ لا، هو محق في هذا التصريح، ومنصوص عليه في نظام مكافحة الرشوة، ونص النص النظامي، أنا أعطيك النص تحديدا، يقول في المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 1,000,000 ريال، طبعا عقوبتين ليست عقوبة واحدة، أو بإحدى أو العقوبتين مع، إما يعاقب بالسجن مدة 10 سنوات أو بغرامة مدة أو بغرامة قيمتها 1,000,000 ريال أو بهما معا. كل، ولاحظ هنا قال كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع
أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما. طيب ليش اللجوء إلى فكرة نظام الرشوة؟ ليش ما يكون في نظام أو قانون خاص بالاعتداء نفسه؟ طبعا في المملكة العربية السعودية زي ما ذكرت قبل قليل لا يوجد تنظيم محدد، هناك تنظيم الشريعة الإسلامية لكن محدد أنه مثلا اللي يتكلم الكلام هذا عقوبته كذا، أو اللي يعتدي الاعتداء هذا عقوبته كذا، لا يوجد في المملكة العربية السعودية. لكن نظام مكافحة الرشوة هو نص على هذا النص وجعل الاعتداء في هذه الصورة بالعنف، طبعا حددها عنف أو قوة أو تهديد، استخدمها لحصول على أمر غير مشروع من الموظف أو جعل الموظف يرتكب أمر منهي عنه. طيب هذا الاعتداء المقصود فيه الاعتداء الجسدي المباشر ولا يدخل فيه حتى الاعتداء اللفظي؟ جدا سؤالك ممتاز. طبعا الاعتداءات عادة نوعين، إما اعتداء لفظي أو اعتداء جسدي، والصور اللي حددها النظام يدخل، قال التهديد اعتداء لفظي، لكن هناك شروط للتهديد، إن تحققت هذه الشروط طبعا يأخذ الشكل النظامي. هناك حقيقة قيود كثيرة في هذه النص، لكن هذا النص واضح، من يحدد هذه القيود هي جهات التقاضي، هل يطبق عليه فعلا نص النظام تحديدا أو أنه هناك ظروف أخرى للجريمة. عادة في الجرائم يكون هناك ظروف أخرى ترجع إلى الركن، الأركان الجريمة، منها الركن المعنوي، القصة الجنائية إلى آخره. قد يكون مثلا المعتدي شخص غير مدرك، مثلا طفل، قد يكون الشخص مثلا مجنون، قد يكون، فهناك ظروف أخرى، لكن الأصل في هذه القاعدة، القاعدة واضحة ومحددة، والأصل فيها أنه إذا كان هناك استخدام للقوة أو للعنف أو هناك تهديد، سواء كانت الصورة لفظية أو جسدية، فيطبق عليه هذا النظام، وهو ذكر في النظام الحد الأقصى من العقوبة 10 سنوات. طيب ما أنت تذكر التهديد والمخرج يهددني بأنه بيطلع فاصل. طيب أستاذنك ناخذ فاصل ونرجع، هذا فاصل ومكملين فيها. هلا حياكم الله مجددا في هلا، حديثنا ما زال مستمر عن حوادث الاعتداء على منسوبي الصحة، ومعي في الاستديو المستشار القانوني الأستاذ عبد المجيد الموسى. عبد المجيد حياك الله مجددا معنا. في تغريدة وزير الصحة كان يتحدث عن الممارسين الصحيين، هل يدخل تحت هذه التسمية كل اللي يعملون في مجال الصحة؟ سؤال جدا ممتاز ومهم. النظام حدد أنه أي موظف عام، إذا ما يهمني هل هذا الموظف ممارس صحي أو إداري أو فني. حتى في المادة الثامنة من النظام ذاته في إحدى فقراته، لا تحضرني رقم الفقرة، ذكر أنه حتى الشركات المشغلة، أعضاء الشركات أو موظفي الشركات اللي تشغل المستشفيات أو المنشآت، عفوا تشغل المنشآت الحكومية بشكل عام، لكن على وجه التحديد المستشفيات وزارة الصحة بحكم الحديث عن، حتى الجهات الحكومية أو موظفي الجهات الأهلية اللي تشغل الجهات الحكومية يطبق عليها هذا النظام. يعني هذا النظام مو خاص بالصحة، لا هذا ليس بالصحة، كل موظف في البلد، كل موظف عام حكومي خاص، نعم، كله ينطبق عليه، كل موظف عام ينطبق عليه هذا النص. يعني أتمنى الجميع يدرك هالمعلومية. إذا رجعنا للقطاع الصحي الآن، وش الآلية اللي منسوب الصحة يقدر يتبعها في حال الاعتداء عليه حتى يوصل لحقه في النظام؟ طبعا وش الآلية؟ قبل وش الآلية لابد أنه نعرف شيء مهم جدا، وهو واجب والتزام على الشخص المعتدى عليه، سواء كان موظف صحة أو غير ذلك. إذا اعتدى عليه البعض يجي يقول من باب الدفاع عن نفسي أنا بدافع. لا، أنت بتدافع أوكي، لكن هناك قيود للدفاع الشرعي، مفهوم الدفاع الشرعي هناك قيود له، فردة فعلك لابد أنها تكون مقيدة، وردة فعلك لابد أنها تكون لحمايتك فقط وليس للانتقام. وش هي القيود اللي ممكن تكون ضده؟ القيود طبعا شروط الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية هناك شرطان، شرط الاعتداء، والاعتداء له شرطان أيضا. الشرط الأول أن يكون الاعتداء حال، يعني ما يعتدي عليك الحين وتجي بكرة تقول أنا بدافع دفاع شرعي، لا، لابد أنه في حالة وقوع الاعتداء تمارس حقك في الدفاع الشرعي. الشرط الثاني في الاعتداء أن يكون الاعتداء غير مشروع، يعني لما يجي الابن يضربه أبوه، هذا حق مشروع من حقوق التربية للأب، فلا بد أن يكون الاعتداء غير مشروع أو غير محق، ولا بد أن يكون الاعتداء حال. هذا فيما يخص الاعتداء. فيما يخص الدفاع، أن يكون الدفاع، وهذا اللي يهمنا، الشرط الأول من الدفاع أن يكون الدفاع بالقدر اللازم لدفع الاعتداء. يعني إذا شتمك أنت ما أنت في حاجة أنك تشتم عشان ترد الاعتداء،
فالصورة لابد أنها تكون في قيود أو في إطار الحماية فقط وليس الانتقام. لكن إيش الخطوات اللي يقوم فيها الآن؟ يعني واحد شتم الآن، صارت حادثة شتم ولا اعتداء، كيف يوثقها ويقدم على حقه ويحصل عليه؟ ممتاز، أنت تتكلم على حالة ضبط الواقعة. ضبط الواقعة لابد أن يكون في المنشآت الصحية والمنشآت الحكومية بشكل عام، يبلغ الأمن أو الإدارة المعنية بالأمن المسؤول في الجهة ويضبط الحالة ويثبت ذلك في محضر إثبات واقعة، وقبل ذلك يتصل على الدوريات الأمنية لتباشر الحالة الجنائية، تحضر الدوريات الأمنية في هذه الحالة، وإذا حضرت ولازال الشخص في حالة اعتداء أو أنه يبدو عليه أنه كان في حالة اعتداء يتم ضبطه جنائيا ويحال بالتالي إلى التحقيق وبعد ذلك يحال إلى المحاكمة. مين اللي يتصل على الدوريات الأمنية؟ الطبيب أو منسوب الصحة المعتدى عليه ولا حقين الأمن اللي بلغهم في المستشفى؟ طبعا هنا كل منشأة حسب هيكلها التنظيم الداخلي، ممكن يكون الأمن، ممكن يكون إدارة ثانية، ممكن يكون علاقات موظفين، ممكن يكون حسب التنظيم الداخلي، لكن الإدارة المسؤولة في المنشأة هي من تقوم بالاتصال، وما يمنع أن يكون حتى الشخص المعتدى عليه، ممكن الطبيب نفسه أو الموظف نفسه. يعني طيب تشوف أنه هذه عملية طويلة جدا، يعني ما في قسم داخل المستشفى أو الجهات الحكومية ممكن يخلص هذا الموضوع؟ طبعا نظام الإجراءات الجزائية حدد من هم أشخاص الضبط الجنائي، وبالتالي هم قيدهم على أشخاص لا يجوز ويحظر الضبط الجنائي من الأشخاص غير المختصين. فإذا لم يكن هناك إلا طبعا المختصين في هذه الحالة هم رجال الضبط الجنائي، رجال الدوريات الأمنية أو هم تسع تقريبا، تسع أصناف أو صنفهم نظام الإجراءات الجزائية وحددهم على وجه التحديد والتقييد، لأنه لو فتحنا المجال ما راح يتقفل، كل واحد صار ضابط جنائي وبالتالي ممكن يضبط أي حال. طيب باختصار لأن الوقت معي تقريبا انتهى، توصلك قضايا من هذا النوع، هل الممارسين الصحيين أو منسوب الصحة دائما على حق ولا يلامون أحيانا ويكون الطرف الآخر، ما نقول إنه ما يبرر اعتداءه لكن ما يبرر استفزازه على الأقل؟ والله شوف، أكثر الحالات اللي أنا اطلعت عليها أسبابها تعود، وأنا هنا لا أتهم، ممكن أحد يأخذ كلامي يقول أنا قاعد أتهم المواطنين أو أتهم المرضى، لا أنا ما أتهم، لكن أكثر الحالات أنه الشخص المعتدي غير مدرك للمفهوم الطبي، وبالتالي لما يروح مثلا قسم طوارئ مثلا يبغى يفحص، هو يقرر أنه حالته هي الطارئة وهو اللي لازم أنه يفحص في الحالة هذه، وهذا لا يبرر. أنا ما أقول أنه ما في مثلا ممارسين صحيين أو ما في كادر إداري ممكن أنه يخطئ، في الأخير الإنسان غير معصوم من الخطأ، بس أكثر الحالات اللي طلعت عليها كانت أسبابها تعود إلى أشخاص غير موظفي وزارة الصحة. جميل، المستشار القانوني عبد المجيد الموسى، شكرا جزيلا لحضورك فيها. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك. إذن السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مادية تصل إلى 1,000,000 ريال تقريبا لكل من يعتدي على أي موظف في أي قطاع، سواء كان من القطاع العام أو الحكومي أو من القطاع الخاص، سواء كان هذا الاعتداء لفظي أو جسدي. هذه الثقافة يجب يعني أن يحفظها كل من يعملون لدينا. فاصل ومكملين قضايا يا أهلاً.